السؤال الأول كان وسيلة تواصل قبل اختراع الهاتف، قلت لي باص ورجعت قلت لي الهاتف صفر. السؤال الثاني كان عامل يستخدم الكفوف في عمله، صفر. السؤال الثاني ما جاوبت عليه. السؤال الثالث سوق بغدادي اسمه على اسم شخص، قلت ما قلت، ايضا صفر. ثلاث صفارة يا حبيبي. السؤال الرابع من عمليات ومراحل الزراعة الحصاد، قالت الدكتورة ميس 24 نقطة الحراثة واخذت 30 نقطة. السؤال الخامس كان لعبة رياضية تجرى على بساط اليوغا، قالت دكتورة 25 نقطة، انت قلت المصارعة والمصارعة صح. 32 نقطة، اذا 139 نقطة لم تحققوا الفوز. اتفضلوا يمي اذا عندكم. اذا اعزائي المشاهدين لم يستطيعوا الوصول الى 200 نقطة وبالتالي لم يستطيعوا الحصول على الجائزة. نتمنى ان يستطيعوا غدا مع عائلة عراقية اخرى لتحقيق هذا الهدف. اما انتم اعزائي المشاهدين انتظرونا يوم غد، وانا كنت معكم دائما وابدا جواد الشكرتشي. الى اللقاء، مع السلامة.